بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، ينطلق أول الأشواط من المسافة إلى 1500 متر، هي مسافتنا لسن الفطامين، الجيل الصاعد وأيضا والمستقبل لعالم الإثارة والتحديات. ضمن هذه الشارة المقدمة أيضا من صندوق الميدان، أسير بكم مع المركز الأول زاخر يا زاخر، مع المركز الأول حمود بن سنين الوهيبي، من ينطلق مع أول المنطلقين مع الشوط الأول اللي بدأت تنفرد هذه زاخر نحو الصدارة. المركز الثاني السريعة مع المركز الثاني، أيضا هناك حسين بن فايل الزرعي من ينطلق مع المركز الثاني، المركز الثالث القدوم الاخر والتقدم من سبعه، تركي بن عبد الله بن العبد الوهيبي ينطلق على المركب الثالث، المرتبه الرابعه اعود الى المركز الرابع شوهين حمود بن حمد الوهيبي المهندس من ينطلق مع اول المراكز. لكن زاخر يا زاخر، وما ادراك بزاخر اللي انطلقت نحو المركز الاول، انطلقه موفقة نحو الانتصار والناموس. روح يا راعي زاخر، روح الجماعة قادمين، قادمة سمحة. تركي بن عبد الله بن العبد الوهيبي من ينطلق مع المركز الثاني، منطلق لهذه اللحظات، لكن الصدارة خلاص خلاص خلاص، هي زاخر من تحكم القبضة في هذا الشوط الأول الجميل. أيضا هناك معين التحديات والإثارة والتميز الرائع الجميل، صاحبت أيضا هناك نقطة وأفضل توقيت، وصاحبت الكاس للفية الصعوبة قبل أيضا شهر رمضان المبارك. تعود مع الأشواط المفتوحة لأول اشتراك في الأشواط المفتوحة، وبالذات في الشوط الأول هي من تحسم القبضة. هناك مع بن ستيري حمود بن ستيري الوهيبي، أسعد الله صباحك على هذا الانتاج الطيب وعلى هذا الأداء الجميل. أيضا زاخر من تحسم الشوط، حمود بن ستيري الوهيبي المركز الثاني، سمحة تركي بن عبد الله الوهيبي المركز الثالث بشعار المهندس. هناك مع على المركز الثالث دقيقتين وثمان هو التوقيت الزمني لهذا.